المرجو الله يجازيكم بالخير اللي تصور وكمل السوق ديالو، رحنا باقيين في الانتظار. الخيمه ديال المترقله ديال التلقيح هي جات عندكم، الهدف الرئيسي ديالها هو تقرب التلقيح منكم من اجل الحمايه ديالكم، الحمايه ديال وليداتكم وديال الناس ديالكم. لان كما كتعرفوا كما قلنا قبيله هذا الوباء راه بدا كينتشر ثاني بواحد الشكل سريع، والحمايه الوحيده اللي ممكن نديرو هو التلقيح، الجرعه الاولى والثانيه والجرعه الثالثه المهمه. لهذا الناس اللي سالوا التلقيح اللي سالوا السوق ديالهم يتفضلوا يجيو، مرحبا بهم، حنا راه باقي في الانتظار هنا في الخدمه ديالهم تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله نصر الله وايده. المواطنات المرجو الالتحاق الخيمه ديال التلقيح، كما كتعرفوا بان راه الحاله الوبائيه غاديه من سيء الى أسوأ، وبينا كنسجلوا 6000 حالة في النهار، يعني رجعنا داك الشيء القديم. علاش؟ لأننا ما حميناش راسنا، كاين اللي ما دارش الجرعة الثانية وكاين اللي ما دارش الجرعة الثالثة، المعززة اللي كتحمينا بزاف. الله يجازيكم بالخير، حنا قربنا لكم كل شيء حتى لعندكم، حماية لكم والصحة ديالكم وديال ولادكم. المرجو بأنكم تجيو عندنا، راه كاين الأطر الطبية اللي يقلبوا لكم، إلا كان شي مانع راه غيقول لك تم بعد، اللي ما كانش من الأفضل وأحسن حاجة أنه يدير التلقيح ديالكم. أخي المواطن أختي المواطنة، كما قال لكم السيد القائد، التحقوا تاخذوا التلقيح ديالكم حفاظا على الصحة والسلامة ديالكم والعائلات ديالكم. أجو خذوا التلقيح، راه الخيمة راه الإشارة ديالكم وأطر الصحية والطبية في هذه الخيمة، مرحبا بكم تاخذوا التلقيح ديالكم، اللي باقي ما خداش التلقيح يجي ياخذ التلقيح. Thank you.